بسم الله، السلام عليكم. اخبار كده، ما زلنا لسه مع البروسيجر، بس احنا اخذنا الان في البراميتر بتاعته، الان والاوت. عايزين ناخد الان اوت. هعمل اكزامبل بس يوضح الفكره كده، يكون خفيف كبروسيجر يعني. فانا هعمل الديليمتر بتاعي ويكون هاش، وتحت الهاش واجي هنا واله. احنا محتاجين نكريت خلاص بروسيجر بروسيجر مثلا. هعمل فكرة بسيطة اسمها مثلا سيت كاونت، تظبط العداد بس كده، عشان بس العداد يرجع لي زي ما هو في القيمة. قلت له ماشي. على العموم اللي انا عايز اعمله في الكاونتر ده، انا عايز اعمل ان اوت بالنسبه لي، اللي هو الكاونتر ذات نفسه، وده نوعه ان. تمام، ده هيبقى ان اوت. وعندي كمان الان اللي هو انكريمنت كام، فهسميه انك خلاص، وده ان اللي هو مقدار الزياده، خلاص اللي هو مقدار الايه، مقدار الزياده بتاعتي. وهاجي هنا ومقال له بيجن خلاص، وهنا اقول له ان، وخلص خلصت. تمام، وهاجي هنا اقول له ايه، خلاص انا قلت ان الكاونتر بتاعي هيبقى ان اوت، وقلت ان ان ده الانك. فهعمل بقى بيجن واقول له سيت ان الكاونتر. طبعا انا هنا بستخدم الكاونتر بتاعي، ان هو هيساوي الكاونتر بلس الانت اللي احنا بنستخدمه فوق. طبعا هي نلاحظ ان احنا بنستخدم كلمة سيت، نلاحظ برضو ان كابتن الرسوم مش فارق، يعني اللغة مش كيس سنسيتيف، يعني كيس نوت. طبعا دي العلامة بتاعت الكومنت، تمام، بحيث ان هو بالنسبة لي بقى كومنت في الكود، ما عندناش ريتيرن منه، خليه كده بس. وتعالى ايه نجو، قال لي والله انت عندك بروبلم هي تقول هو مش حابب يعني ان الكومنت يكون موجود او مكتوب. تمام، هو مش حابب ان الكومنت يكون من اصل الجمله، فقلت له مش مشكله احنا نشيل، مع ان عادي يعني، افترض ان ده بيتقبل عادي. طيب تعال ناخد كاب الاول، وتعال نقول ايه جو. تمام، كريت لي البروسيجر. بعد ما كريت لي البروسيجر عايزين نعمل له كول، سيبه الاول عندي. الكود بقى بتاعته، عشان انا هيبقى ان واوت معايا في نفس الوقت، فنلاحظ بقى ان احنا الكول عايزين نعمل عليها شويه شغل. ايه الشغل اللي فيها؟ انا هقول له اولا سيت ان، طبعا ابدا الفاريبل بتاعتي كده، خد بالك انا بدات كلمه سيت بتساوي، عشان ابدا الكاونتر بتاعتي، الكاونتر بتاعي العدد، لازم برضه استخدم سيت هنا عادي. قوم عامل كول لست كاونتر، وبعت له الكاونتر بتاعي. هو الكاونتر دلوقتي بواحد خلاص، في نفس الوقت اقول له مثلا انا عايز ازوده بواحد، يبقى كده انا بالنسبه لي انا عارف النتيجه هتكون ايكوال 2، صح؟ النتيجه هتبقى ايكوال 2. تمام، المعلومه الكومنت اللي عندنا يعني. تمام، النتيجة بتاعتي ايكوال 2، يبقى كان رافض الكومنت بس من الاساس. طيب لو جيت هنا بتقول له الكاونتر هو تاني وزود واحد، هي نفس الاستيتمنت يعني، نفس الاستيتمنت دي المفترض ان هي توصل لي نتيجه سعيد، عشان هو بيتكلم على نفس الفاليو. اول مره واحد يزود واحد بقى اثنين، يزود واحد بقى ثلاثه، او هو يزود اثنين هيبقى اربعه، مش فارقه. طيب ولو قلنا له
زود 4 وقلنا له كمان زود 6 يبقى كام؟ يبقى 10 صح؟ يبقى أول حاجة بواحد زود واحد بقى 2 خلاص 2 هو اللي كمان زود 2 خلاص بقى 4 4 هو اللي زود 6 بقى 10 فالمفترض يبقى كده. فأنا في الآخر أنا هعمل سيلكت على الكاونتر ده تمام عشان مش هعرف احط سيلكت من سيلكت الاول سيلكت اللي توقفه فانا هحط سيلكت واحده ومفترض ان الريزلت بتاعتنا تطلع بكام؟ تطلع ب 10 تعالى تست جو ادي النتيجه بتاعت الكاونتر طلعت بكام؟ طلعت ب 10 كده احنا استخدمنا الايه اللي هو الان اوت والكول بتاع كده اخدنا فكره كويسه عن الستور بروسيجرز واخدنا فكره كويسه عن الفانكشنز. طبعا في ستور بروسيجرز كتيره موجوده يعني بيلت ان وعندنا فانكشنز كتيره موجوده بيلت ان مع الماي اس كيو ال اللي نقدر نستخدمها طول احنا محتاجين بنكتب الكود عشان نستخدم. طبعا ممكن اقدر استخدم ستور بروسيجر في ان انا اعمل انسيرت بحيث ان انا مثلا اديله مثلا اسمه مثلا اد ستودنت وبيبعت الداتا وخلاص وانا اعمل جمله انسيرت واشيك لو في حاجه عايز اشيك عليها وكذلك الابديت وكذلك الديليت والى اخره تمام. ممكن نعمل يعني ممكن يبقى عندنا اساينمنت كده الواحد يحاول يكتب البروسيجر بياد بيابديت بيديليت وفي الاد يف ان حصل كذا لا في الابديت ما ينفعش ابديت كذا او اكتر من كذا لا او من كذا لا طبعا ده كله هيبقى متاح. السلام عليكم.